لما نتكلم عن الأحداث الرياضية وتحديدا بسنة 2022 شيء طبيعي راح يروح بالنا حق كأس العالم واللي راح تنظمه دولة قطر بالدوحة. طبعا كأس العالم يعتبر الحدث الرياضي الأهم بالعالم كله، وتخيلوا معي العالم كله بيتواجد في دولة قطر. شنو بيكون شعورنا احنا كخليجيين وكعرب بأن دولة قطر بتنظم كأس العالم؟ والله شعور فخر للأمانة لنا كلنا كخليجيين، لأن هذا محفل صعب تحقيقه وهذا تحدي كبير، وأنا أشوف أن قطر قادر أنها تقوم في هذا الشيء، وهم إن شاء الله عند حسن الظن. والله شعور جميل بصراحة كخليجيين حن بخصوص هذا التنظيم العالمي، أعتبر التنظيم عالمي. أنا مستعدين لهم، صار لهم سنتين أو ثلاث سنوات هم شغالين على كل شيء، حتى الطرق بدلوها. يعني للأمانة أنا فخور صراحة، يعني هذا أقوى حدث صار يعني عالميا، لو تقول مثلا كأقوى حدث كأس العالم معروف. فخر للخليج، أنا أعتبر أن قطر تستضيف كأس العالم، وصراحة احنا مبسوطين جدا وشيء نفتخر به، وأنا متأكد أن قطر قادرة بإذن الله أنها تقوم بهذا الإنجاز العالمي، وراح تبهر العالم كله. لو تشوف الجماهير بعد، جماهير غانا، جماهير تبي تشوف على قولتهم الأرجنتين، ليه الحين الناس كلهم هناك، يعني لدرجة أن أنت لما تروح هناك كلهم فل، حتى الفنادق كلهم out of stock على قولتهم. والله هم على قدم وساق، يعني جاي منهم أنا قبل أسبوعين وشغالين من أفضل شيء. سعدنا صراحة بهذا الإنجاز الكبير دولة قطر، وراح إن شاء الله نكثر السياحة إن شاء الله فيما بعد. إيه نعم، حنا شفنا دول أكبر ومداخيل أكبر ولا قدرت نظم نصف هذه الـ يعني هذا الإنجاز، فكيف كأس عالم؟ فأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله راح تستقبل جميع أطياف دول العالم من جميع الجنسيات، وراح تعرف تتعامل معاها وجاهزة لكل الأمور هذه. وبإذن الله قطر جاهزة، أنا متأكد أن قطر جاهزة إن شاء الله. الخليج نعتبره كنا واحد، قطر السعودي ودول الخليج كامل، يعني وعماني والكويت وقطر والإمارات صراحة والبحرين، نفتخر صراحة نعتبر كنا إحنا اللي غمنا بكأس العالم، مش قطر لوحدها صراحة. يعني بإذن الله قادرة أنها تقدم أفضل نسخة شاهدناها لكأس العالم بإذن الله.